أعلن الادعاء العام بالولايات المتحدة الأمريكية توجيه اتهامات جديدة في واقعة قتل المواطن الأمريكي جورج فلويد لضباط الشرطة الأربعة المتورطين في قتله. أهلا بكم في بنك الوطن للغة العربية، اضغط على الرقم 1. لخدمة العملاء، اضغط على الرقم 3. لخدمات تحويل العملات، اضغط على الرقم 4. تمتع معنا قريبا بتجربة الطيران من جديد مع طيران الإمارات. راحة وأمان وفخامة، وعلى جميع درجات الراحة الاقتصادية ودرجة الأعمال والدرجة الأولى. بانتظاركم قريباً لنرى العالم من جديد مع طيران الإمارات.